الله وبركاته. السادة المسؤولين والسادة المشاهدين، معاكم النوم أبو اللوز أمين عام نقابة الفلاحين والزراعين. والنهاردة طبعا احنا أصدرنا بيان ان هو في نقص في تقاوي الذرة الشامية. طبعا احنا هنا مع يعني بعض المزارعين اللي بيشتكوا من نقص التقاوي اللي هي بتوفرها المفروض وزارة الزراعة. مشكور السيد وزير الزراعة دائما وابدا، بنوجه له المشاكل وبتم بحلها، لكن النهاردة احنا بنوجه مشكلة عامة في بعض المحافظات بتواجهها المزارعين. ومعانا طبعا الأستاذ المزارع اسمه كريم أسامة، معاك من مركز إسلام. نعلي الصوت بس شوية عشان يعني المشاهدين يسمعوا. ايه مشكلتك يا أسامة؟ انا شايف ان انت مجهز الارض. مجهز الارض انا دلوقتي على اساس عايز ازرع. طبعا رحت الجمعية ما لقيتش تقاوي وبنطالب، وبعد كده لما بيقول حتتأخر التقاوي حبينا نزرع طبعا من ايه، من الكمية القديمة. وطبعا الكمية القديمة دي ايه بتبقى انتاجها ضعيف شوية. انتاجها ضعيف يعني التقاوي اللي هي مجهولة المصدر، للسادة المزارعين مش عاوزين يزرعوا منها. وطبعا محصول الذرة يا معالي الوزير طبعا محصول مهم، وطبعا احنا محتاجينه في الفترة دي بالذات، لان طبعا احنا بنسعى دايما لتوفير وسد الاحتياج من المحاصيل الاستراتيجية. ومحصول الذرة طبعا كله عارف ان هو طبعا استخدامه كتير، وان هو طبعا خاصة في الزيوت يعني. ومعانا ايضا برضه الاستاذ مزارع اسمه كريم شايب. اسمك الشايب. ايه مشكلتك يا شايب؟ برضه فاقد الارض وما لقيش تقاوي. ما فيش تقاوي يعني، برضه احنا مشكلتنا النهارده في تقاوي. طب احنا ممكن ناشد كده السيد وزير الزراعه يعني الراجل محترم ان انت توفر لنا التقاوي خاصه في المحافظات الصعيد، لان طبعا على حد معلوماتنا ان هي يعني تقاوي وزاره الزراعه بيبادر طبعا بان المزارع ان هو يزرعها قبل ما يخلص شهر 6 او 5 7 يكون التقاوي بقت مزروعه في الارض. فمناشد طبعا السيد الوزير الزراعه والساده المسؤولين بتوفير تقاوي الذره في المحافظات التي لم يوجد بها التقاوي. النوبه باللوز امين عام نقابه الفلاحين، شكرا جزيلا لحضراتكم.